الآن حيكون معنا الأستاذ المدرب وائل ربيع، وأيضا موضوعه استخدام أداة الذكاء الاصطناعي في توليد أسئلة متنوعة، لكن هذه المرة يعني ضمن مادة تقنية المعلومات. فالأستاذ وائل ربيع هو معلم كمبيوتر وتكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم المصرية، معلم تقنية معلومات بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان. هو مدرب دولي معتمد من مؤسسة الخليج العربي للتنمية والتدريب والاستشارات التربوية ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية، حاصل على زمالة المدرب البريطاني من جامعة كامبريدج، حاصل على دبلومة تدريب المدربين من جامعة الأمم المتحدة للعلوم والتقنية. هو أيضا معلم معتمد مايكروسوفت، معلم مبدع خبير مايكروسوفت، مدرب وسفير لعدة منصات. هو مؤسس ومشرف عام لفريق الرقي التكنولوجي للتدريب والتطوير، عضو فريق التدريب للعديد من الفرق التربوية في الوطن العربي، متطوع ذهبي في الأسبوع العربي للبرمجة، وأيضا مسؤول تدريبات بأسبوع التطوع العربي، مدرب ومحكم أيضا فيها، ومدرب معتمد للمنصات التعليمية بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، ومدرب معتمد لبرامج تعليم عن بعد للمعلمين بالمعهد التخصصي. أهلا وسهلا بك أستاذ وائل، المايك لك، تفضل. اهلا بحضرتك استاذه مريم، واهلا بكل الحضور استاذه هبه، ويعني ربنا يا رب يكون ضيف خفيف عليكم. طبعا زمايلي استاذه شيهان واستاذه ايمان واستاذه وسام كفوا ووفوا وابدعوا في يعني العرض الخاص بيهم، واتمنى ان شاء الله ان عرضي ينال اعجابكم. اسمحي لي بالمشاركه. تفضل. ظهرت الشاشة؟ ظهرت معاكم الشاشة؟ نعم ظاهر يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا عنوان لقائنا اليوم هو إنشاء محتوى رقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي، ده العنوان الرئيسي، والعنوان الفرعي ليها هو استخدام الذكاء او اداه الذكاء الاصطناعي لكلاس بوينت في توليد اسئله متنوعه لمحتوى ماده تقنيه المعلومات. طبعا استاذه مريم تفضلت مشكوره بتعريفي لحضراتكم. طبعا بعد اذن الحضور اتمنى من الجميع الانضمام الى الصف الدراسي، والرابط مع استاذه مريم هتنشره على الشات حاليا، وكود الصف هو WRAI 2023. ممكن تنضم من خلال الرابط، بتضغط على الرابط وتكتب اسم حضرتك ثم انضمام، او باستخدام الكود او باستخدام الكيو ار. طبعا الكيو ار للي عايز، ادي الكيو ار. وبيسعدنا طبعا انضمام الجميع. وكما تعودت في محاضراتي جميعها مقولة مشهورة عني، فأنا طماع. طماع في مشاركتكم وردودكم معي. 37، 49، ها احنا بسم الله ما شاء الله العدد يعني يفوق ال 450، يعني اتمنى من الجميع التفاعل. ان شاء الله هقدم ورشة يعني اتمنى انها تكون مختلفة طبعا، وتنال اعجابكم ان شاء الله. 73، 77، لسه بدري يا حبايبي، لسه بدري، لسه بدري. انضم تستفاد، تتفرج من غير ما تنضم مش هتستفاد حاجة. اتفاعل تستفاد، ما تتفاعلش مش هتستفاد حاجة. نصيحة من أخوكم. 98، لا لسه بدري. 99، لسه بدري. 100، برضه لسه بدري، لسه بدري. أنا طماع. 107، لا لسه، لسه. أستاذة مريم النبي شجعوهم شوية يا أستاذة مريم، لسه بدري. أنا بحط الرابط على الزوم. أنا دايماً أستاذ وائل مش رح يبدأ إلا ما يمتلئ لا الفصل، شوف، صح؟ اللي شوفي حضر، اللي أتيت حضرني هيبدأ، قبل فأقول كده، حلو. اللي حضرني قبل كده عارف إن أنا طماع، أنا أنا طماع. وضعته أيضا على اليوتيوب.
انا فهو طموح، مش هيبدأ إلا مش مع لازم 200 مشترك. انا مسك الختام ان شاء الله، يعني ان شاء الله يطبق عليا مقولة مسك الختام باذن الله. آه إن شاء فانا الله طموح مسك الختام. فاضي ومش ورايا حاجة. انا طموح 150. لسه. طب خليهم 200 واقول لكم خلاص، يعني لو عايزين ابدا خليهم 200 كده واقول لكم خلاص. احنا معانا 450 او 480 على ما اعتقد، نخليهم 200 ونقول لكم خلاص. ها يا مسهل. بيقولوا لك احنا صايمين. دلوقتي صايمين، لما وائل دخل صايمين. طيب 164، ها 167 169، ها طب ال 180 على الاقل. ها انا اهو غلبان، مش هخليها 200، بيزيدوا والله. هو الزمالك 175 اهو، بيزيد والله 180. ها 200 عشان ابقى اكون عند كلمتي. ها يا مسهل 87، ها بقى 10 عشان يبقى ال 200. ها هو تحدي يا الزمارم على فكرة، الورشة دي تحدي وانت عارفة، أستاذ تحدي وائل، معنا يعني قربنا إن شاء الله خمس ان شاء أشخاص الله إن شاء الله ونبدأ. يا مسهل. ها 200 عشان ابقى عند كلمتي. بقى 2، ها 199، يلا واحد طايل آخر واحد إن شاء الله. واحد. ها أشكركم، يلا بدأنا. يلا خلينا نبدأ. أشكركم، شكرا لكم جميعا، شكرا لكل من انضم، طبعا زمايلي واخواتي وكل 203 الحضور، الآن. أشكركم جدا جدا جدا، وأحلى نجمة لأحلى حضور. طبعا أجندتنا النهاردة هتكون إن شاء الله مختلفة شوية. طبعا هنتعرف في الأول، أنا دايما بقسم تدريباتي إلى جزء نظري وجزء عملي. الأول الجزء النظري هنتعرف على الذكاء الاصطناعي بصفة عامة وأهمية توظيفه في التعليم، وأيضا الجزء النظري أيضا هتعرف على أداة الذكاء الاصطناعي في كلاس بوينت. أما في الجزء العملي فهشرح خطوات إنشاء فصل دراسي باستخدام أداة كلاس بوينت، لأني معلم أول ما هبدأ شغلي فلازم أنشئ الفصل الدراسي بتاعي، وبعد كده هشرح كيفية استخدام أداة الذكاء الاصطناعي في كلاس بوينت في إنشاء نماذج متنوعة طبعا، وهتكون خاصة بمادة تقنية المعلومات. ومن خلال تفاعلكم معايا هنوضح طرق مختلفة لمشاركة الطلاب في فصل كلاس بوينت وتقييمهم، وأشهر هذه الطرق إن شاء الله اللي هتك عليها هي طريقة العجلة الدوارة. في البداية تعريف الذكاء الاصطناعي في التعليم. طبعا تعريف الذكاء الاصطناعي بصفة عامة عموما هو فرع من العلوم والتكنولوجيا الحديثة، يهدف إلى زرع الذكاء البشري في الآلات المصنوعة، عبارة عن يعني بيعمل عملية محاكاة للذكاء البشري لتكون تلك الآلات قادرة على أداء الوظائف المخصصة بشكل أكبر كفاءة وأكثر ذكاء. ده تعريف الذكاء الاصطناعي بصفة عامة. أما تعريفه بالنسبة للتعليم فهو تكنولوجيا جديدة ومتطورة تمنح المنظومات التعليمية قدرة هائلة على التطوير وتحقيق الأهداف والوصول إلى جميع الراغبين في التعليم وتقديم المعلومات والمعارف المطلوبة طبعا بجودة عالية دون تكاليف، وانت في بيتك ممكن تحصل على المعلومة دون تكاليف مادية باهظة ولا مجهود بدني كبير، وانت جالس في بيتك ممكن تحصل على المعلومة بكل سهولة. هنتكلم بعد كده على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم. طبعا في أهمية خاصة بالطلاب وفي أهمية خاصة بالمعلمين. أهمية الطلاب، وأكيد حاضر معانا طلبة النهاردة أكيد. أول حاجة عندي، بيعمل على تبسيط العملية التعليمية على الطالب وتوفير الدورات التدريبية المناسبة له. طبعا بتلاقي الذكاء الاصطناعي بيوفر لي مجموعة كبيرة جدا من الدورات التدريبية وتحقيق جميع الأهداف التي يطمح الطالب للوصول إليها. دلوقتي في عصرنا الحالي كل طالب أو كل متعلم بمعنى أصح عايز يحصل على شهادات، عايز يتعرف على كل ما هو جديد خاص بالتكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي حاليا بيساعدني على كل شيء. رقم 2 أو الفائدة رقم 2، وهو يقوم بتحديد نقاط قوة وضعف الطالب ومعرفة مستواه التعليمي وتقديم أفضل الطرق التعليمية التي تتماشى مع مهاراته، وطبعا في مجموعة من التطبيقات المستخدمة في هذا المنوال. أيضا بيقدم لك الحلول السريعة والإجابات الفورية دون الحاجة إلى وجود المعلم. أنا كطالب ممكن من خلال الذكاء الاصطناعي أحصل على الإجابة من غير مرجع للمعلم. طبعا بيقول لك دون الحاجة إلى وجود المعلم، لا يستطيع التفرغ للطالب طول اليوم، يعني المعلم طبعا مستحيل هيفضل مع الطالب موجود معاه
طول اليوم، فالذكاء الاصطناعي بيساعد الطالب على انه يحصل على المعلومه دون وجود المعلم. ايضا بيمنح الطالب القدره على الوصول الى جميع المناهج التعليميه والدورات التدريبيه العالميه والالتحاق بها بكل سهوله وفي اي وقت. دي اهميه الذكاء الاصطناعي بالنسبه للطالب. نرجع على كده لاهميه الذكاء الاصطناعي بالنسبه للمعلم نفسه والمعلمين الموجودين معانا. اول حاجه، يقدم للمعلم القدره على تحليل طلابه وقياس مدى تقدمهم وايجاد نقاط القوه والضعف بهم وبالمقررات الدراسيه والعمل على تطويرها. ايضا بيعمل على توفير الكثير من الوقت والجهد للمعلم. طبعا هو هنشوف دلوقتي انا بكل سهوله هنشئ اسئله من غير ما اتعب نفسي، حيث يقوم بمهام كثيره كان يستهلك فيها المعلم وقتا ومجهودا كبيرا، مما يجعله متفرغا اكثر للتطوير والتحسين وايجاد حلول مبتكره للنهوض بالمؤسسه التعليميه التي ينتمي اليها. بدل ما انشغل بتجهيز شغلي وبتجهيز اسئلتي وبتجهيز محتوايا، لا، الذكاء الاصطناعي سهل عليا الدنيا بكل سهوله جدا وبدون اي جهد. هقدر ان انا اجهز ده كله، وفي نفس الوقت هكون فاضي ان انا اطور من نفسي واحسن من مستوايا، وايضا النهوض اساعد في النهوض في المؤسسه التعليميه اللي انا منتمي اليها. ايضا يساعد الذكاء الاصطناعي في المهام الاداريه والتقييم والرد على الاسئله وتصحيح الاختبارات ووضع اسئله الامتحانات، واحنا هناخد النهارده جزئيه وضع الاسئله دي على سبيل المثال. اما بقى بالنسبه للاداء بتاعتنا اللي هي خاصه بالاداء الرائعه اللي احنا كلنا بنحبها يعني واتشرف باني مدرب معتمد لهذه الاداه كلاس بوينت، هنتكلم طبعا عن اداه الذكاء الاصطناعي في كلاس بوينت. تعريفها كما ذكرت كلاس بوينت، هو حل يغير قواعد اللعبه ويولد اسئله اختبار دون عناء من اي شريحه باوربوينت. اي شريحه عندي في الباوربوينت اقدر ان انا اولد اسئله من هذه الشريحه في غضون ثواني. طبعا زملائي استفادوا في شرح هذه الجزئيه، وذلك بفضل تقنيه مسح الشرائح بسرعه البرق. كل ما عليه ان الذكاء الاصطناعي بيمسح، بيعمل عمليه مسح للشريحه لاي نص موجود على الشريحه، وبعد كده بينشئ لي الاسئله، حيث يفحص الذكاء الاصطناعي في كلاس بوينت محتوى الشرائح بسلاسه زي ما انا قلت، ويحولها الى اسئله اختبار فوريه مدعومه باوبن اي. اوبن اي دي طبعا معروف اللي ما يعرفهاش، هي عباره عن مؤسسه غير ربحيه مهتمه بالذكاء الاصطناعي وابحاث الذكاء الاصطناعي. لذلك اقدر اقول لك دع خوارزميات الذكاء تقوم بالعمل نيابه عنك بمرونه لا مثيل لها في تخصيص الاختبار. ده بالنسبه لتعريف اداه الذكاء الاصطناعي في كلاس بوينت. طبعا هذه الاداه كما ذكر زملائي بتستخدم تصنيف لمستويات الاهداف الدراسيه التي يضعها المدرسون لطلابهم اللي هو المعلمون يعني. هي المستويات دي بيطلق عليها مستويات تصنيف بلوم. طبعا اللي كلنا نعرفها اللي هي الريمبر والاندرستاند والابلاي والاناليز والايفواليت والكريت، اللي هو المعرفه والفهم او التذكر والفهم والتطبيق والتحليل والتقييم والانتاج، او بنقول عليها الابتكار، ودي هستخدمها النهارده ان شاء الله في شرحي. ده الجزء النظري، جزء سريع، حبيت بس ان انا ابدا اعرفك هو الذكاء الاصطناعي. زمايلي بداوا طبعا انشاوا اسئله بالذكاء الاصطناعي، لكن انا بحب اتكلم في جزء نظري وبعدين ابدا على العملي، لان العملي او النظري بمعنى صح مكمل للعملي. اول جزئيه عندي في العملي وهي شرح كيفيه انشاء الاسئله بدون استخدام اداه الذكاء الاصطناعي في كلاس بوينت. هوريك ازاي كنا بننشئ الاسئله قبل الذكاء الاصطناعي او قبل اداه الذكاء الاصطناعي، وبعد كده هعرفك ازاي ابتدينا ننشئها باستخدام اداه الذكاء الاصطناعي. ان شاء الله يكون يعني ورشه خفيفه عليكم. أول حاجة، أنا كمعلم أنا هبدأ أنشئ محتوى رقمي خاص بي وخاص بمادتي باستخدام أداة الكلاس بوينت. يبقى أول حاجة عندي لازم يكون عندي فصل على الكلاس بوينت. علشان أنشئ فصل على الكلاس بوينت بضغط على تبويب إنكنو كلاس بوينت اللي هو خاص بالأداة، ومن ضمن الأدوات اللي عندي قائمة الفصول بضغط عليها. طبعا هتلاقي عندك مجموعة من الفصول زي ما أنت شايف، دي الفصول اللي أنا أنشأتها من قبل، لكن انا مثلا هديك خطوات انشاء فصلك. يبقى اول حاجه انت بتعملها بتنشئ الفصل بتاعك، ده المحتوى الرقمي، لازم يكون عندي فصل. هنزل في الاسفل كده واضغط اضافه فصل دراسي. هنا بكتب اسم الفصل بتاعي حسب ما انا عايز، تمام؟ هسميه مثلا تقنيه معلومات على سبيل المثال. دي الماده بتاعتي. تقنيه المعلومات. اسم الماده، اسم الفصل حسب ما انت عايز. مثلا عايز تسميه الفصل الصف الخامس، الصف السادس، صف خامس اول، زي ما انت عايز.
ايضا رمز الفصل، وده الرمز اللي احنا بنستخدمه طبعا او الطلاب بيستخدموه للانضمام الى الصف بتاعك، وطبعا ده بيتم انشاؤه من 4 إلى 8 حروف ابجديه او رقميه، المهم بيبقى عباره عن 8 حروف. مثلا هنكتب، اكتبه انا وائل، وطبعا بيكون باللغه الانجليزيه، هكتبه مثلا وائل 2023 على سبيل المثال، ده كود الفصل بتاعي. وعندي هنا الصوره الخاصه بالفصل بتاعي، بضغط هنا واضيف الصوره، هختار مثلا الصوره دي، وطبعا بنختار صوره تعبر عن عنوان الفصل بتاعي، اختار صورتي مثلا واقول له اوبن. وبعد كده ممكن ان انا اتحكم في ابعاد الصوره نفسها زي ما انا عايز، وبعد كده اقول له حفظ. كده تم انشاء الفصل بتاعي، بقول له التالي. هنا بيقول لي انت ممكن تضيف الطلبه بتوعك. انا عندي اكثر من طريقه لاضافه الطلبه، ممكن اول طريقه ان انا اكتب اسماء الطلبه بنفسي، يعني مثلا هكتب هنا مثلا محمد على سبيل المثال، يعني اجي رقم 2 اكتب مثلا منى. دي طريقه. الطريقه الاخرى، لو انا عندي اسماء الطلاب موجوده في ملف اكسل محفوظ عندي على الجهاز، فانا بضغط، طبعا بيكون بامتداد سي اس في، فبضغط على استيراد من سي اس في، بضغط عليه كده، وبعد كده اقول له تحميل هنا. طبعا قبل ما اضغط تحميل هنا بضغط هنا علشان اجيب ملف الاكسل، المفروض ان هو هيكون عندي على الجهاز، بحدد ملف الاكسل وبعدين اقول له اوبن، يبتدي في رفع الاسماء. اول ما يترفع اضغط على تحميل هنا، يبتدي في رفع الاسماء. دي الطريقه الثانيه. يبقى اول طريقه ان هي ان انا اضيف الاسماء او ان انا استوردها من خلال ملف اكسل، والطريقه الثالثه واللي كلنا بنشتغل بيها دلوقتي او بنستخدمها، وهي الدخول من خلال الرابط. طب هتقول لي ازاي يا وائل بجيب الرابط نفسه؟ طبعا انا هنا خلاص هقول له كده، انا همسح ده مش عايزه مثلا، انا شرحت لكم بس الطريقه، هقول له انهاء، بيقول لي انت عايز، انت ما ضفتش اي مشترك، فبقول له نعم. خلاص كده هو انشا الفصل بتاعي. لو انا عايز اعدل على الفصل بضغط على تعديل، عايز احذف الفصل خالص بضغط على حذف الفصل، لو عايز اضيف خلاص الفصل هو بضغط على اضافه، وبنفس الطريقه اللي انا شرحتها. طيب بعد ما خلصت بعمل كده، انا عايز اجيب دلوقتي الرابط الخاص بالفصل بتاعي عشان ارسله لطلابي. بعمل ايه؟ بعرض العرض بتاعي، بعرض العرض بتاعي. طبعا انا هنا ظاهر الفصل اللي حضراتكم انضمتوا ليه، فبضغط هنا كده تمام، وبعدين بتضغط هنا بيظهر لك الرابط اهو، بتعمل نسخ، يبقى انت كده نسخت الرابط الخاص بفصلك وبترسله لطلابك. دي طريقه انشاء الفصل. يبقى انا اول حاجه عندي كمحتوى رقمي لازم يبقى عندي فصل دراسي. بعد ما انشات الفصل بتاعي طبعا والطلبه بتوعي انضموا لي زي ما حضراتكم انضميتوا معايا دلوقتي، هبتدي بقى في تجهيز المحتوى الرقمي بتاعي اللي هي الماده العلميه زي ما بيقولوا. في البدايه هديك مثال بسيط، ده زي ما كنا بنشتغل قبل اداه الذكاء الاصطناعي. عندي مثلا على سبيل المثال محتوى اهو، تعريف كلاس بوينت، ويكاتب التعريف. علشان انشئ السؤال كنت بعمل ايه؟ بجيب شريحه جديده كده فاضيه اهي خالص، انا احذف دي كده، بجيب شريحه فاضيه خالص وبضغط على تبويب كلاس بوينت، واختار اي نوع انا عايزه من الاسئله. مثلا اختار انا عايز كمثلا اجابه قصيره، هو تعريف انا عايزه اجابه قصيره، فبضغط على اجابه قصيره تمام. هنا طبعا الاعدادات الخاصه بنوع الاسئله، سواء لو انا عايز اظهر او اخفي اسماء المشاركين من هنا. هنا ابدا النشاط مع الشريحه، لو عايز بفعل مش عايز خلاص، تصغير النافذه لو انا عايز اول ما النشاط يبدا يعمل عمليه مينيمايز للنافذه بتاعتي، يعني تنزل في شريط المهام فبفعلها مش عايز خلاص. لو انا عايز اغلاق تلقائي بعد ما النشاط، اهو الاغلاق التلقائي للنشاط بعد وقت معين يعني، بفعل هنا وبختار الوقت اللي انا عايزه بعد كام ثانيه او بعد كام دقيقه، بكتب هنا العدد. لو عايزها مفتوحه وانا اللي اقفله براحتي فانا بضغط هنا خلاص، بسيبها زي ما هي مفيش اي مشكله. كده انا انشات الشريحه بتاعتي او السؤال بتاعي، او بمعنى صح الجزء اللي هيبقى فيه السؤال. طب فين سؤالي انا نفسه عشان هسال الطلبه؟ انا هنا كنت مثلا بقول له تعريف كلاس بوينت، فهكتب هنا مثلا ادراك، واقول له مثلا مربع نص، واكتب له مثلا عرف اداه كلاس بوينت، وانسق عادي جدا زي اي تنسيق انا عايزه اهو.
تنسيق عادي جدا خالص، دي الطريقه التقليديه اللي احنا عارفينها. يلا عشان اشوف بس انتوا الاول معايا ولا لا، يلا اشوف اجاباتكم على السؤال ده. هعمل عمليه العرض كده، ادي السؤال ظهر معايا، واتفضلوا وروني كده تعريفاتكم. يلا بقى ما نشوف كده. 233 انا الحمد لله اول جزئيه التحدي كسبته معايا، 233 انا كنت بقول 200 بقوا 233. ما نشوف اجاباتكم. عرف الكلاس بوينت، اداه تفاعليه جاذبه، اداه ولا اسهل، اداه تفاعليه، احد برامج الذكاء الاصطناعي. ها ها ها، طبعا طلابي بيجاوبوا عليا، ودي الجزئيه اللي انا كنت بتكلم فيها من ضمن شروط الاجنده، او اسف المحاور بتاعه ورشتنا النهارده، اللي هي التقييم. دي طريقه من طرق مشاركه الطلبه معايا في الفصل بتاعي، وانا في نفس الوقت هقيم طلابي. يعني مثلا انا عندي استاذه وفاء بتقول اداه تعليميه اضافيه لبرنامج باوربوينت يتم تثبيتها على جهاز الكمبيوتر وتعمل مع برنامج باوربوينت تمكن كل ما بسم الله ما شاء الله عليكي زي ما هو مكتوب بالظبط، واحلى نجمه. قيمت اهو طالب عندي، احلى نجمه الاستاذه وفاء، استاذه مبروكه نفس النظام، احلى نجمه استاذه مبروكه. ننزل تحت شويه، مدربنا الغالي استاذ انس بلغيتي، احلى نجمه ليك. ننزل تحت شويه كده عشان بس ما نكونش جينا على حد. ها، وليد، استاذ وليد جعل العرض التعليمي تفاعلي شيق، اشكرك جدا جدا، احلى نجمه. عايزين حاجات كده الجامده، عايزين الحاجات الجامده. اداه تفاعليه لانشاء مجموعه من الاسئله في غضون ثواني، اكيد طبعا استاذ محمد، احلى نجمه استاذ محمد. كده انا بعمل ايه؟ بشارك الطلبه معايا، وفي نفس الوقت بقيم الطلبه معايا. يعني وانا وهم بيشاركوني انا بقيمهم في نفس الوقت، ودي احد طرق مشاركه الطلاب واحد طرق تقييم الطلبه الموجودين معايا. استاذه فتحيه الخميسي طبعا اختنا الغاليه، احلى نجمه لاجابتك. ننزل في الاسفل كده، لسه بدري، 106 بس اللي جاوبوا علينا. لا لا لا، هقول المقوله الشهيره بتاعتي، انا طماع انا طماع. احدى برامج الذكاء الاصطناعي وبرنامج اضافي للتعلم التفاعلي، تمام استاذه سهام. ننزل تحت شويه كده لحبايبنا الغاليين، معانا مين معانا مين؟ استاذه الفا، اداه رائعه متطوره، اشكرك، تمام. ها، اداه تفاعليه، مين عايز ياخد نجمه؟ اللي عايز ياخد نجمه يتفاعل معايا. اداه تعليميه تفاعليه تجعل الحصه الدراسيه اكثر حماس وتفاعل، تمام استاذه انتصار. احلى نجوم لاحلى حضور واحلى طلبه واخواتي. إيه طبعا مدربتنا المتالقه الزياره هي اداه تفاعليه تزامنيه تحتوي على العديد من طرق التقييم وخاصيه الذكاء الاصطناعي، نجمه جميله للمدربه المتالقه. ها، 120 121. ها ها، مين عايز ياخد نجوم؟ مين عايز ياخد نجوم؟ وائل النهارده يعني نجوم ببلاش ببلاش. اداه تفاعليه قويه في الفصل الدراسي تساعد المعلمين على بناء تفاعل مباشر قوي، روعه 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 روعه. استاذه نوف، ها، مين تاني؟ مين نجوم؟ 127. طب 130 وهقفل، 130 وهقفل السؤال. ها، باقي واحد. 130 وهقفل السؤال، باقي واحد. ها، 130 130 اهو، عشان اكون عند كلمتي اهو. احلى نجمه الاستاذه شيخه، بقوا 133 135. ده انتوا بتخلوني اتغر واستناكم. 137 140 اقفل السؤال، 140 اقفل السؤال، ما زاد علني اهو. 140 اقفل السؤال، 140 هقفل السؤال. ها، 140 هقفل السؤال، شفت المزاد ده؟ باقي واحد، باقي واحد. ها، 140 قفلنا السؤال. اشكركم جدا 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 على تفاعلكم، وبجد بجد اسعدتوني. احلى نجمه لاحلى حضور واحلى مشاركين، اخواتي واخواني، اشكركم اشكركم. طبعا هنضيف الاجابات الجميله دي. طبعا هنا بيقول لي انت هتضيف اكتر من 50 اجابه، بسم الله ما شاء الله. اقول له نعم، ضيف ضيف، ليه لا، انا اكون سعيد بالامور دي. والله بجد تفاعلكم ده قوه دفع ليا عن نفسي، والقلوب بترقص اهي، يعني مش عارف اقول ايه. اشكركم اشكركم بجد بجد، اتمنى يكون شرحي يعني ينال اعجابكم. بسم الله ما شاء الله، ده يعني ده الملتقى ده الواحد عمره ما ينساه، عمره ما ينساه. طيب احنا كده عملنا الطريقه التقليديه او القديمه زي ما كنا بنقول، اللي هو المجانيه بمعنى صح، كنا بنعمل كده. نيجي بقى على الجديد، وهو الذكاء الاصطناعي دخل في الكلاس بوينت، وانتظروا كل جديد من الكلاس بوينت، انتظروا كل جديد. هنقول بعض الامثله البسيطه. طبعا زملائي وزميلاتي استاذه جهان واستاذه ايمان واستاذه وسام استفادوا في الأداة، أنا هقول بس جزء بسيط مش أكتر، وتركية في الآخر كده أقولها لكم، وبعد كده أقول لكم سلام عليكم. هنقول أسئلة، بعض الأنواع كده من الأسئلة لمادة تقنية المعلومات واستخدام أداة الذكاء الاصطناعي معاها.
نرجع كده، انا كمعلم بجهز الماده بتاعتي، الطالب مش شايفني، انا قاعد في بيتي ومع نفسي وبجهز مادتي علشان اروح اعرضها لطلابي. نعمل كده. عندي مثلا اول محتوى هنا تعريف الحاسوب، هو آلة إلكترونية تستقبل البيانات وتعالجها الى معلومات ذات قيمة، كما يخزنها في وسائل تخزين مختلفة، وفي الغالب يكون قادرا على تبادل هذه النتائج والمعلومات مع أجهزة أخرى متوافقة، حيث تستطيع أسرع الحواسيب اليوم القيام بمئات مليارات العمليات الحسابية والمنطقية في ثوان قليلة. ده تعريف. طيب أنا بقى هبتدي عايز أنشئ سؤال، بدل ما أكتب أنا وأوجع دماغي، لأ، كلاس بوينت سهلت عليا، قالت لي خد الذكاء الاصطناعي هيريحك، هعرض كده، هيظهر معايا شريط الشرح اللي في الأسفل ده، في وسط الشريط ده أداة جميلة كده مكتوب عليها AI وهي اختصار للذكاء الاصطناعي، بضغط عليها بتظهر لي كده زي ما زمايلي قالوا، باجي هنا على الخيارات. طب ده تعريف، يبقى نوع السؤال اللي انا عايزه ايه؟ انا عايز الطالب يكتب لي الاجابه، ولا عايزه يكتب ملء فراغات يعني عباره عن نقط، ولا هيختار من متعدد؟ ده تعريف، يبقى الافضل ان الطالب يكتب لي الاجابه، فانا هقول له اجابه قصيره، ده نوع السؤال بتاعي. تمام. طيب المستوى بقى ايه؟ انت عايز تقيس ايه عند الطالب؟ عايز تقيس الريمبر اللي هو التذكر، ولا عايز تقيس الاندرستاند الفهم، ولا عايز تقيس الابلاي التطبيق، ولا الاناليز؟ طبعا دي زي ما احنا قلناها في بدايه اللقاء بتاعنا اللي هي مستويات ضريبه او مستويات بلوم، تمام، ولا الاناليز اللي هو التحليل، ولا الايفالويت اللي هو التقييم، ولا الكرييت، وده خليه في الاخر، عامل لكم حاجه جميله قوي بيه في الاخر خالص. طبعا ده ريممبر خالص تعريف، ريممبر معرفه خلاص، فانا اختار نوع المستوى ريممبر. وطبعا اللغه عندي، وميزه جميله جدا ان كلاس بوينت طبعا متاحه حاليا باكثر من لغه، عربي، انجليزي، هندي، فرنساوي، امريكي، ياهو، بصوا كل اللغات موجوده، فارسي، اللي انت عايزه، لو من كوالالمبور هتلاقي اللغه بتاعتك، ودي ميزه من مميزات كلاس بوينت، الاداه اللي دايما نقول لكم استخدموها في شغلكم، لو ما استخدمتهاش مش هتبقى معلم على فكره، انا دي وجهه نظري. يبقى انا كده اخترت اللغه العربيه، كلنا عرب، والمستوى عندي الريمبر، وعندي الاجابه القصيره اللي هو نوع السؤال بتاعي. بعد كده اقول له انشئ السؤال بتاعي، بيبتدي يقرا لي بقى في الشريحه بتاعتي، ويطلع لي بقى ابداعاته، بيطلع لي ابداعاته، وانا بناء على الابداعات دي اللي يعجبني اخده، اللي ما يعجبنيش لا ما يلزمنيش. اول سؤال، ما هي وظيفه الحاسوب؟ طيب مش عايز الحته دي، ايه وظيفه الحاسوب دي؟ انا عايز حاجه ثانيه، انشاء اخر، هات لي اللي عندك، ما هو الاداء الذي يمكن للحواسيب تحقيقه الان؟ لا برضه مش عاجبني، هات غيره. يبقى انت بتختار اهو، ما هو تعريف الحاسوب؟ صريحه وجميله، صريحه، انا ليه اوجع دماغي؟ هو السؤال ده عجبني، السؤال ده عجبني. طب انا عندي اكتر من سؤال دلوقتي، انا انشات ثلاث اسئله، السؤال ده مثلا، السؤال الثاني كان عجبني، ارجع من هنا من الاسهم من هنا السؤال الثاني، وبعدين اقول له حفظ الشريحه، او السؤال الاولاني، وهكذا، بس انا اللي عاجبني دلوقتي الثالث، ما هو تعريف الحاسوب؟ عجبني؟ تمام. طب عايز اتاكد من اجابته، اقول له تحقق من الاجابه، هيقول لي الاجابه المقترحه ايه؟ الحاسوب هو آلة الكترونيه تستقبل بيانات وتعالجها الى معلومات ذات قيمه وتخزينها ايه؟ في وسائل تخزين مختلفه، وفي الغالب يكون قادر على تبادل هذه النتائج والمعلومات مع اجهزه اخرى متوافقه. A1 اجابه نموذجيه، شكرا يا عم الحاج، حفظك شريحه. خلاص حفظتها عندي، يبقى انا كده انشات سؤالي، اقفل، ادي سؤالي. تمام، اعمل كده، ارجع كده للتجهيز بتاعي، وزي ما قالت استاذه جيهان واستاذه وسام واستاذه ايمان، ابتدي بقى ان انا اعمل عمليه ايه؟ تنسيق للشريحه بتاعتي. تعالى كده يا عم وائل شويه، ماشي، هات الراجل ده كده، انا عايزه كده، عايزه باللون الاحمر مثلا، هقول له هنا مثلا سين، يعني سؤال، هاته كده، ما هو تعريف الحاسوب؟ تمام، عم الحاج ده هاتها هنا مثلا، عايزها هنا، شوفوا بقى ايه الاثنين دول، انا عملتها قصد ليه؟ مديني واحده كده وواحده كده، خليها دي التركايه بتاعت اخر الورشه بتاعتي، انا هسيبها زي ما هي، خليها زي ما هي كده، خلاص. يبقى انا كده انشات سؤالي. طيب نعرضه مع بعض ونشوف، وتجاوبوا عليا كده اللي تقدروا عليه، انا ما يهمنيش الاجابه قوي، انا يهمني التركات اللي هنقولها. نعرض السؤال بتاعنا، خلاص ادي السؤال ظهر، ما هو تعريف الحاسوب؟ هنا انصر، مفيش اجابه صح بالنسبه لي انا كمعلم، اعمل كده، يلا جاوبوا لي. هتقولوا لي يا استاذ وائل ده الاجابه ظاهره قدامنا، ولو مظبوط زي ما انا بقول اكتبوا في الشات رقم واحد، وقولوا لي يا استاذه مريم كتبوا لك واحد ولا لا، هتلاقي الاجابه ظاهره قدامك انت كطالب،
لو ظهر قدامك اكتب لي رقم واحد على الشات. استاذه مريم استاذنك لو كتب واحد عرفيني بس. استاذه بيكتبوا بس كده، يبقى كده عشان التركايه اللي انا هقولها في الاخر. طبعا انت كطالب الله ينور عليك ظهرت لك الاجابه، ده عيب من الاداه، عيب بس ايه دلوقتي التطوير شغال عليها علشان يحلها ان شاء الله، بس وائل هيحلها لكم دلوقتي بطريقه سهله جدا. اشكركم جدا على تفاعلكم. 27 بس ده كانوا 100 مش عارفوا كام. لا لا ندي نجوم بقى استاذه مريم عشان هم بيشوفوا النجوم بيقول يلا. ها نجوم ننزل تحت شويه الناس الجميله. ها استاذه فتحيه، ها استاذه فاطمه، نجوم يا سلام. ايوه كده فين التفاعل؟ فين التفاعل؟ اللي كاتبين نص طويل اعطيهم اكثر من نجوم. هو ده انا بص اهو انا بعمل كده، اللي بيديني النص كامل كده هو اللي بياخد النجوم. اهو اهو مين؟ استاذ نزار ننزل تحت شويه. ها مين؟ استاذه زينة ماشي. مين تاني؟ مين عايز نجوم؟ نجوم ببلاش. استاذه مريم واستاذه هبه النهارده بصوا مدينا احنا مدربين نجوم بالهبل، قالوا لنا وزعوا. انا بوزع عن نفسي وانا سخي زي ما انا طماع في تفاعلكم معايا، انا كمان سخي في النجوم. اتفاعل معايا وانا اديك نجوم من هنا لبكره. شوفوا الناس عماله تسقف ازاي، اشكركم على راسي من فوق. استاذه احمد نجمه جميله، استاذه سماح نجمه، مين تاني؟ استاذه اسماء والله لما اديكي نجمه. مين؟ ها استاذه نهله نجمه والله. لا لا انا ايدي وجعتني. نجوم تاني والضحك كمان ده بيضحكوا عليا كمان. نجم استاذ احمد يلا ها حاجه ببلاش كده. ها يا لهوي مين ده؟ استاذه غدير نجمه، استاذه مارو نجمه والله نجوم ببلاش. استاذه مريم بتحاسبنا عليها بعد الملتقى، هتاخد مننا حقهم. يلا نجوم ببلاش اهي. ها ده فرنساوي ولا انجليزي؟ فرنساوي ده والله لما اديكي نجمه. يلا مع اني مش بعرف اقرا فرنساوي. مين تاني؟ مين ما خدش نجوم؟ استاذه سناء يا اختنا الغاليه، استاذه سناء السبايبه المدربه المتالقه نجم احلى نجم. ها نجمه كمان استاذه سناء مدربتنا المتالقه. بقينا 128 مش هنجيب 140 زي المره اللي فاتت زي السؤال اللي فات ولا هتتخانقوا عليا؟ وائل في ناس زعلانين بدهم نجوم. انا بعمري ما اطلع من اللقاء الحمد لله واكون مزعل حد، عمري ما اطلع من اللقاء واكون مزعل حد بعون الله. استاذه سندس نجم ها هاتوا لي ال 140 وانا اديكم كلكم نجوم. يلا ها الحاسوب يا سلام هو مجموعه من برمجات تساعد الانسان على مجال نجم. يلا جهاز الكتروني كده معالجه البيانات واستخراج معلومات مفيده نجم. ها هاتوا لي ال 140 واديكم نجمه كلكم. مين تاني؟ استاذ احمد نجمه جميله. مين الكاتب بالازرق ده؟ استاذه جليله يلا نجمه. 143 150 اديكم نجوم كلكم. يلا ببلاش. ها مين تاني؟ استاذه رغد نجمه. 145 لا 150 معانا في الفصل 246 ضربنا الرقم القياسي. استاذه مريم 246 ومعانا 146 لحد دلوقتي مشاركين معانا. 148 ها قفلوا لي ال 150 وخدوا كلكم نجوم. قفلوا لي ال 150 وخدوا كلكم نجوم. ها معانا 245 في الفصل و 148 بيجاوبوا معانا. قفلوا لي ال 150 واديكم كلكم نجوم. بقى اتنين اهلا اونا. ها اهلا اونا استاذه سلوى نجم. اهلا اونا. ها بقى واحد بس كده تمام. اشكركم احلى نجمه للكل. اشكركم جدا على تفاعلكم اخواتي واخواني الغاليين، اشكركم جدا. هتضيف يا وائل؟ اكيد هضيف طبعا، هي دي حاجات تتساب لازم اضيف. يبقى انا كده عملت سؤالي باستخدام الذكاء الاصطناعي تمام، وعرفتك مثلا كتعريف انا عندي تعريف وعايز انشئ سؤال تعريف خاص بيه، عرفت ان انا ممكن استخدم الريممبر مثلا على سبيل المثال بالنسبه للتعريف. طيب هنشوف نوع تاني من الاسئله، نشوف ما نشوفش ليه احنا ورانا حاجه. انا فاضلكم النهارده شوفوا على كل ده في حد يسيب الاجابات دي والناس دي؟ مستحيل والله. يلا نوع تاني، انا دلوقتي بتكلم عن مكونات الحاسوب وكل مكون وتعريفه خلاص. شرحت لطلابي الوحدة المعالجة المركزية ايه هي، اللوحة الام ايه هي، الكرسي الصلب ايه هو، شاشة العرض ايه هو او ايه هي تمام. بعد ما شرحت ماشي انا طبعا بجهز محتوايا انا كوائد. انا طبعا استاذة جيهان تفضلت مشكورة قالت ان هي ممكن تنشئ وهي شغالة طبعا، لكن انا كوائد انا عن نفسي انا راجل عايز اجهز نفسي رايح جاهز مجهز، فارجع كده وانشئ السؤال بتاعي، اعرض وانشئ السؤال بتاعي.
طيب انا عايزه ايه بقى السؤال ده مثلا؟ نخليها المره دي ملء فراغات مثلا، ونخليها بتتكلم عن الاندرستاند مثلا على سبيل المثال، اللي هو التذكر. ماشي، نجرب. يلا يا عم وائل، انشاء سؤال. يبقى هو هنا انا بتكلم عن مكونات الحاسوب، قال لك هنا وحده المعالجه المركزيه السي بي يو تعمل على تسهيل الاتصال والتعاون بين مختلف مكونات الحاسوب، ما هي وظيفه سي بي يو؟ لا، سؤال طبعا مش مظبوط، لان هو هنا في السؤال نفسه او في المقدمه مديني الوظيفه او جزء من الوظيفه. لا، مش عايز السؤال ده، خد اللي بعده. ما هي وظيفه اللوحه الام في الحاسوب؟ ده ممكن انا بعد ما شرحت له ايه هي اللوحه الام، انا بقى سالته، رجع كده افتكر يا حبيبي ايه هي اللوحه الام او ما هي وظيفه اللوحه الام. السؤال ده جميل بس برضه انا رخم، نشوف غيره. نشوف كده الراجل الطيب ده هيطلع ايه. الله، نفس الموضوع، وظيفه الكرسي الصلب. طب والله لا شايف غيره. كيف يتم تحديد جوده شاشه العرض في الحاسوب؟ هي دي الاسئله بقى، انا احب انا اللي بين السطور اشوف الاجابه من خلال دقه الشاشه وكثافه البكسل. جميل السؤال ده، احفظه يا عم. شكرا يا عم وائل، اشكرك. يلا حبايبي الغاليين، خشوا عليا باجاباتكم، خش عليا باجاباتك. يلا يا رب ما اكونش ضيف تقيل عليكم. ازاي اقدر احدد دقه شاشه العرض؟ ها، هتقول لي يا وائل ما الاجابه بتظهر قدامي برضه. اقول لك انا عايز كده عشان اديك التركه في اللي في الاخر. هي قالت استاذه جيهان، قالت حته فيها جميله، انا بقى هقول الحته دي واستكمالا حته كمان عليها. اوبا 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 اوبا، ايه ده ده ايه ده، ايه الاجابات الجميله دي من خلال عدد البكسل في الشاشه؟ جميل، دقه الشاشه وكثافه البكسل. ماشي، من خلال دقه الشاشه وكثافه البكسل حلوه البك دي يا استاذ سام. ماشي، ننزل تحت شويه. استاذه سناء، من خلال دقه الشاشه وكثافه البك. ماشي، استاذه رشا، دقه الشاشه وكثافه البكسل. اوكي، كام العدد؟ 59. لا لا لا، مش عايز نوم، مش عايز نوم. وائل ربيع مسك الختام، مش عايز نوم. وائل ربيع مسك الختام. ننزل تحت شوية، أستاذ محمد، كثافة البكسل، أوكي، النجمة الجميلة. أستاذة ليلى، الموقع والإضاءة. لا، إحنا أستاذ وائل عندي تعليق صغير لو سمحت، لكن أستاذة سناء لما حكت البك هي كاتبة البكسل، لكن الفراغ عدد الواحد الحروف يستوعب 25 حرف فقط. عدد الحروف، أيوه، عدد الحروف اللي بيستوعبها. نعم. ننزل تحت شوية، ننزل تحت شوية من دقة الشاشة كثافة البكسل، تمام أستاذة وفاء. حبة كمان، حبة كمان، حبة كمان، حبة كمان. أستاذة أسماء، من خلال دقة الشاشة. أوكي، دقة الشاشة والبكسل. اليوم صعبة ماشي بحال. شيرين يوسف، من خلال دقة الشاشة ماشي. ها العدد، يلا بقى خلصنا تحدي الإجابة، نبص على تحدي العدد. 118. لا، إحنا المرة اللي فاتت قافلين على 150، قافلين على 150. انزل تحت شوية، دي حاجة سهلة عليا. أستاذة هالة، من خلال دقة الشاشة. ماشي، ننزل تحت شوية. أستاذ باسم، من خلال دقة الشاشة وكثافة البر البكسل. ماشي، ها 130. لا، المرة فاتت قافلين على 150. لا، أنا ما بحبش حد يضحك عليا. أستاذة جازية، يا هلا يا هلا أختي الغالية، خلال دقة الشاشة وكثافة أقول لك أنا البكسل. انزل انزل انزل. أستاذة سندية أو سندية، دقة الشاشة وكثافة البكسل. ماشي، شوفي 130 يا استاذه مريم، وناموا وانا عمال ادي في نجوم، مش هدي نجوم تاني. لا، مش هدي نجوم تاني، خلاص. استاذه فريال، يا هلا يا هلا يا هلا بالمدربه المتالقه استاذه فريال عامر، يا هلا، احلى نجمه. والاستاذه شاديه، متابعتنا الدائمه. ده الغاليين كلهم موجودين. استاذه ناهد الامام، متابعتنا الدائمه موجوده. سفيرتنا الغاليه والمدربه المتالقه استاذه اخلاص الزبيدي، يا هلا يا هلا، المدربة المتألقة الأستاذة يارا، يا إيه ده، الحبايب كلهم موجودين يا أستاذة مريم، أستاذة إمام، يا هلا أستاذة إمام. كل دول متابعينا، متابعينا الدائمين على راسنا. 138. لا، 150، 150، أنا عندي 150، مش هقفل إلا على 150. أستاذ عبد الرزاق، يا هلا يا هلا، هقفل على 150، هو عند، هقفل على 150، مش هقفل على 139، 150. ها استاذ نوف، يا هلا يا هلا، شوف 139 وقفوا ازاي، دي عندوني، هقفل على 150 برضه. استاذه محفوظه، يا هلا باهل السعوديه، يا هلا يا سعوديه، منورانا استاذه محفوظه الخالدي.
استاذ نزار، يا دكتور يا دي النور، ده الغاليين كلهم موجودين. استاذ عبد السلام العماري، يا هلا باهل تونس. 144 على 150 برضه. استاذ عواطف العباسي منورانا. لا 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 فعلا، لا لا، ده ورشه اليوم ورشه مختلفه تماما يا استاذه مريم، مختلفه، ورشه الحاسب الالي النهارده. استاذ ابتسام الهمالي منورانا، ننزل تحت شويه. 150 بقى اربعه، 150 مش هقفل، مش هقفل استاذ حيدر، مش هقفل. 150 لسه اربعه، لسه ثلاثه، مش هقفل. انا فاضي، مش رايح حاجه، مفضلكم نفس النهارده. قدمنا الاستماره وعملنا كل حاجه وتدريباتنا خلصت والحمد لله، مفضلكم نفسي. مين تاني؟ ها استاذ محمد، يا هلا نورنا. استاذه فاطمه السبيعي، باقي واحد، باقي واحد واقفل. 149، ها اقفل على 150. 150 استاذه منال الشال، المدربه المتالقه والمتابعه الدائمه، اشكركم جدا جدا جدا، واحلى يوم لاحلى حضور. يا سلام على التفاعل، والله قوه دفع، انتوا قوه دفع ليا على فكره. طبعا هضيف الاجابات الجميله دي عندي، قوه دفع ليا والله. 200 253 في الفصل يا استاذه مريم، خلي بالك من الحاجات ديت، اديني بونص زياده. انا مدرب غلبان والله، انا مدرب غلبان، انت عارفه ان انا غلبان. ها ماشي، احلى اجابات من احلى اخوات. يبقى احنا كده عملنا نوع اخر كمان من الاسئله وطريقه. استاذ يارا بتقول لك استاذ وائل حصل على لقب باش مهندس. لا وده انا نسيت اقول لكم كمان، شفتوا دي؟ شفتوا دي؟ من استاذه ماري من كلاس بوينت اهو، تيشيرت كلاس بوينت اهو. اوكي. انا بس عشان الكاميرا اهو اهو اهو. تيشيرت حصلت على تيشيرت صيفي، انا للاسف تيشيرت عندي شتوي ما مش قادر البسه صراحه. انا لبسته بقى. نحن نختلف عن الاخرون يا استاذه صاحبه. اه التيشيرت بتاع استاذه ماري من كلاس بوينت اهو. انا وريته لكم، اشترك في الاداء وخليك مدرب وخليك كل حاجه. وانت بص استاذه مريم ما بتقولش لا في حاجه. نيجي على حاجه تانية، انا قلت مكونات الحاسوب برضو ولكن بطريقه تانية، كتبت بس عناوين وانا بشرح للطلبه، بس انا بشرح لهم بس، لكن ما كتبتش انا حاجه، ما كتبتش تعريف، ما كتبتش اي حاجه، عناوين بس رئيسيه. وحده المعالجه المركزيه، اللوحه الام، الكورس الصلب، شاشه العرض، وانا بشرح وحده المعالجه المركزيه وشرحتها لهم شفوي، اللوحة الأم وشرحتها شفوي، والكورس والشاشة وهكذا. هعمل عليها سؤال؟ أيوه هعمل عليها سؤال، ما أعملش ليه؟ وأنا صغير؟ نعمل على الإي آي ونخش كده. طب عايزين إيه بقى المرة دي؟ تحليل ولا إيفالويت ولا كريت؟ خلي كريت دي أنا عينها للسؤال الجاي. ها؟ نقول له أبلاي؟ والله ما أنا مزعلك يا ربيع، نخليها أبلاي. نخليها أبلاي ونشوف. اللي هي التطبيق؟ نشوف كده هتطلع علينا إيه؟ ونخليها اختيار من متعدد مثلا. يلا. انشاء سؤال. يبقى احنا خدنا هنا ايه؟ التطبيق. اما نشوف هتطلع ولا لا. ها ولو ما طلعتش هقول لكم ليه. ها يلا. ما هي الوظيفه الاساسيه لوحده المعالجه المركزيه؟ تخزين البيانات، تحويل البيانات الى صوره واضحه على الشاشه، القيام بالحسابات الرياضيه والعلميه، تحسين جوده الصوت والصوره. ماشي، بس نشوف حاجه ثانيه. يلا. الوظيفه الاساسيه للوحه الام في الحاسوب، توصيل الحاسوب بالانترنت، توفير الطاقه اللازمه، تحويل الاشارات الرقميه الى اشارات صوتيه، التحكم بعمليات الحاسوب وتوصيل المكونات. وانا من غير ما اشوف ايه هي الاجابه، هي رقم دي اهو. انا شاطر، انا شاطر. اروح قايل حفظ كشريحه. ادي نوع تاني من الاسئله. ايوه نوع تاني من الاسئله، وروني اجاباتكم. المالتي، طب قبل بقى المالتي هنا، مالتي تشويز، اعمل كده. ممكن اجي هنا بقى و اشوف الخيارات بتاعتها بقى، الاختيارات بتاعتها حددتها هنا، اشوف الاختيارات عندي كام اختيار، A وB وC وD، اربع اختيارات، وهنا عدد الاختيارات كام؟ اربعه. تمام. طب انا في واحد منهم عايز اشيله، مش عايزه، خلاص شيل ده كده. انا مثلا هشيل ده، مش عايز ده. يلا يا شيخه بقى، هحذف اللي هو رقم C ده، مش عايزه. مثلا يعني انا عايزهم ثلاث خيارات بس. اهو A B و C، يبقى هنا الاربعه دول اخليهم ثلاثه. صح؟ تمام كده؟ تمام. طب انا لو عندي، هل هو هيختار اكتر من اختيار ولا اختيار واحد؟ لا هيختار اختيار واحد، يبقى دي زي ما هي، لكن لو اكتر من اختيار هقول له السماح بتحديد اختيارات متعدده. ماشي يا عم وائل؟ ماشي. طب فين الاجابه الصح يا عم وائل؟ افعل هنا واقول له ان الاجابه الصح اللي هي مين؟ السي.
اللي هي مين؟ السي. طب ما انت هنا يا وائل كاتب ان الاجابه الصحيحه الدي، ده هو اللي كان كاتبها مش انا والله. فانا بعمل كده واعدل له، اكتب له هنا ايه؟ السي. تمام؟ تمام يا عم وائل، تمام يا عم الحاج. وهنا نفعل وضع الاختبار، وهنا مستوى السؤال، هل هو سهل ولا متوسط ولا صعب؟ انا عايز السؤال ده صعب لانه ايه؟ من تحت لتحت. خلاص؟ خلاص خلصت كده اعداداتها، نقفل دي كده ونيجي هنا على السؤال نفسه والشريحه نفسها، نعمل لها بقى عمليه التنسيق اللي قلنا عليها، ما هي الوظيفه الاساسيه للحاسوب، وناخد دول كده. طبعا دول مكتوبين بالانجليزي، نعملهم كده. طب ممكن هو ان احنا نغيرهم؟ اه ممكن. ايه يعني؟ اخليها الف ب ج عادي جدا، بس هتظهر في السؤال ايه؟ اي وبي وسي، عشان تبقوا عارفين. ممكن تخليها الف ب ج في الكتابه، لكن هتظهر في السؤال اي بي سي. فاحنا عشان ما نتلخبطش خليها كده، وانا والله ما عشان ما حدش يقول لي انت بتعمل وبتسوي. تمام؟ تمام يا عم وائل، نعرض السؤال ونشوف. يلا اختاروا لي الاجابه. يلا ايوه كده، ايوه كده. يلا ها، كما تعودنا احنا قافلين المره اللي فاتت على 150. ها قافلين على 150، اما نشوف المره دي على كام بقى. دي حاجه سهله، انت هتعمل كده بس تيك، مش هتعمل حاجه تاني. قافلين على 150 المره اللي فاتت، يا ريت المره دي نزيد بقى، عشان هو باقي سؤال واحد بس واقول لكم سلام عليكم، اللي هو بقى اللي فيه التريكات. ها 108؟ لا لسه، لسه بدري. انا قافل المره فاتت على 150، يعني حسوا بيا عشان استاذه مريم تجيب لي تيشيرت تاني. انا فاكره زماني بالمناسبه، انا هعمل التيشيرت الابيض عشان تكوني عارفه. ده انا بس عشان كنت مشغول الفتره دي. هذا علم من المدربين، مدرب الدول عملت الاخرى. عملت فتنه استاذ وائل، عملت فتنه كبيره. هذا علينا، عملت لنا ضجه الان في الجروب. معرفش، انا راجل اسمر البس اسمر، لا البس ابيض. ها 125، يا سلام. الناس يعني قلوب وتسقيف وعلى راسي من فوق، اشكركم والله. بس برضه لسه 150، لسه ده 129 بس، 126. عايزين ال 150، ال 150 عشان نقفل، فاضل سؤال واحد واقول لكم سلام عليكم، اللي هو السؤال التركات بقى اللي خلي الطالب نفسه يشغل دي كمان، يعني اكتر ما هيختار ويعمل. لا ده انا عايزه يشغل دي بقى، حاجه برمجيه كده حلوه. ها 131، 32، لسه 134 اللي شاركوا، انا عايز 150 عشان اقفل السؤال. صح يا استاذه هبه؟ نعم صحيح. 150 خلاص، انا كنت بتكلم في 200 الحمد لله وعديناهم، يبقى في الاسئله 150 عشان يبقى كده، ولا ظلمتكم ولا ظلمتوني. تيجي استاذه مريم، نشوف الحاله المباشره، نشوف. تقول لي انت مدرب فاشل؟ عايزين استاذه مريم واستاذه هبه يقولوا لي انت مدرب فاشل؟ مستحيل. لا لا محشوم استاذ. 150 ونقفل عشان نبقى كده كل سؤال بال 150 بتوعنا، ومعانا في الفصل 254. رضا ها باقي سبعه، 143 باقي سبعه، لسه سبعه. يلا يا مسهل لسه سبعه. ها معايا معايا كل الصبح باقي سبعه، لسه 143. شفتي سبعه بقى بيعندوني اهو يا استاذه هبه، بيعندوني. ها انا برضو دي انا متاكد انهم حيجاوبوك الان. ها انا قاعد، انا مش رايح كثير، بيجاوبوا بالشات يعني، ما مش مجاوبين بالكلاس نفسه. ماشي، ما بسم الله ما شاء الله 150 هنا على 200 في الشات. رضا باقي ثلاثه، استاذه مريم قالت لي انت في الاخر، قلت لها انا فاضي ومعاكم، مش فاضي مش رايح حاجه، فاضي. باقي ثلاثه، ها 147. يلا عشان اديكم كلكم النجوم، لسه ثلاثة. ها يا مسهل يا مسهل، لسه ثلاثة. شوفوا بيعندوني، بقى اثنين، بقى واحد، بيعندوني، بقى ايه بقى؟ اقول لكم شكرا، 150، اشكركم جدا جدا، وفعلا الإجابة الصحيحة اللي هي السي، اشكركم جدا جدا جدا. هنضيف الشريحة الجميلة دي، وطبعا نشوف بس اللي عملوا الاجابات ونديهم النجمه الجميله، عشان برضه اكون عند كلمتي انا، هو ما بقولش لا، اللي بقول عليه بنفذه الحمد لله. بشكركم جدا. نيجي بقى على اخر سؤال معانا النهارده، وده بقى اللي فيه ايه؟ شغل الطالب، يشغل دي شويه
وطبعا انا كمادة تقنية معلومات بدرس لغة اسمها لغة البايثون، ودي لغة برمجة، وده عبارة عن برنامج باستخدام لغة البايثون، برنامج بسيط جدا انا اخترته. ده بيجيب لي متوسط الحسابي لطولي شخصين، يعني عندي شخصين، الاول طوله 168 والثاني طوله 175، فبيقول لي اكتب البرنامج اللي يحسب لي المتوسط الحسابي. وزي ما كلنا عارفين في الرياضيات، المتوسط الحسابي حاصل الجمع على 2، ده المتوسط الحسابي. فانا كتبت له البرنامج وشرحت بقى للطلبه، تمام؟ يعني انا قلت له البرنامج مطلوب ايه، وكمان كتبت له البرنامج. امال الطالب هيعمل ايه معاك يا عم وائل؟ هقول لك انا دلوقتي بقى الطالب يعمل ايه معايا. يعني انا قلت له راس السؤال وحليت له كمان السؤال، البرنامج كتبته له، والمفروض ان هو بيكتبه هو، لكن انا كتبته له ليه؟ عشان اشغل دماغه بقى من الذكاء الاصطناعي. خش على الذكاء الاصطناعي واقول له خيارات، وهنا بقى هنشتغل على الابتكار بتاع الطالب، اخليه يبتكر، كرييت، اخليه يبتكر، ونقول له نخليها اجابه قصيره، هعمل واحده اجابه قصيره وواحده اختيار من المتعدد، تمام؟ يبقى احنا ابتكار واجابه قصيره. يلا انشئ يا عم الحاج. هيقرا الراجل بالراحه كده، والقرايه او فتره القرايه بتعتمد على النص او كميه النص اللي موجود في الشريحه عشان تكونوا عارفين. ما هي النتيجه التي سيعطيها البرنامج؟ روعه روعه. ليه يا عم وائل؟ انا هضيف ده وهقول لك ليه ضفته. نرجع كده ونشوف ليه يا عم وائل قلت روعه. لان انا لما اعمل للطالب كده، هو الطالب مش بينفذ على على جهاز الحاسوب، انا بس عرفته البرنامج اهو، كتبته له كتابه على السبوره على الباوربوينت، قلت له ان الاكس بتساوي 168 اللي هو الطول الاولاني، والواي ب 175، والافرج اللي هو المتوسط قلت له العمليه الحسابيه بتاعته، وبعدين اديته داله، دي في البرمجه عندنا اسمها داله البرنت اللي هي الطباعه، طلع لي او استخرج لي ان متوسط الاطوال بيساوي الافرج، يعني كلمه متوسط الاطوال بيساوي الافرج. فالسؤال اللي الذكاء الاصطناعي طلعه هنا بقى الطالب يبتكر، فبيقول له ايه؟ ها؟ ما هي النتيجه التي سيعطيها البرنامج؟ يعني هو متوسط الحسابي كام؟ فانا اشوف الطالب هل فعلا فاهم الموضوع ولا لا؟ تمام؟ تمام، ده نوع. طب نوع تاني ابتكار برضو، نعرض على نفس البرنامج وبرضه هنخليها كرييت، ولكن مثلا اختيار من المتعدد، اشوف الولد فاهم ولا لا. انشاء، يبقى ابتكار بس ايه؟ السؤال بتاعي اختيار من المتعدد، نشوف هيطلع لنا ايه. ما هي الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها لإيجاد متوسط الأطوال في البرنامج؟ تخزين قيمة ال 175 في المتغير إكس، ولا إدخال قيمة ال 168 وال 185 يدويًا، ولا إجراء عملية؟ السؤال ده جميل جدًا، وده هيبين لي الطالب فاهم البرنامج ولا لأ؟ فاهم خطواته ولا لأ؟ فاهم المخطط والخوارزميات الخاصة بالبرنامج ولا لأ؟ سؤال جميل وفوق الروعة، بس أنا عايز واحد غيره. نعمل كده. فكر تاني. كيف يمكن التأكد من نجاح البرنامج في إيجاد متوسط الأطوال؟ هو ده بقى اللي فيه الشغل. كيف يمكن التأكد من نجاح البرنامج في إيجاد متوسط الأطوال؟ إزاي أعرف إن البرنامج نجح؟ هل إدخال قيمة جديدة في البرنامج؟ ولا التأكد من عدم وجود أخطاء؟ ولا حذف البرنامج وإعادة كتابته؟ ولا إضافة؟ السؤال ده فيه لف كده وكله شبه بعضه. أنا عايز الطالب يبتكر، فأنا أتحقق بس من الإجابة. قال لي إيه؟ التأكد من عدم وجود أخطاء في تنفيذ البرنامج، لأن فعلا البرنامج لو ما فيهوش أخطاء هيطلع لي متوسط الأطوال بسهولة جدا. فأنا السؤال ده عجبني، فأنا هقول له حفظ كشريحة. تمام يا عم وائل؟ تمام يا عم وائل، أعمل كده خلاص، ونشوف استجاباتكم بقى. أنا عايز على السؤال ده، لحظة بس الأول كده، وفين السؤال؟ هناخد السؤال ده كده. ننسق عادي خالص، نخليه زي ما هو، وناخد ده كمان، عشان دول السؤالين دول بقى اخر حاجه معانا، وعايزكم بقى تجيبوا لي يعني ماكسيمم في العدد، عايز اعدي ال 150. احنا خلاص انا خلصت على فكره، فما اشوف بقى عايزين تخلصوا ولا لا. بنسق عادي براحتي انا، تمام، ونعرض السؤالين بسرعه كده ونشوف تعاملكم. اول سؤال معانا، يلا. كيف يمكن التأكد؟ ها نشوف بقى تعاملكم عشان نشوف عايزين تخلصوا ولا لا. يا ريت نعدي ال 150 بقى، ده آخر سؤال، مسك الختام فعلا.
اخر اسئله دي عشان اقول لكم التركية بقى بتاعت اخفاء الاجابه دي، وبعد كده اقول لكم السلام عليكم. ها يا مسهل يا رب. 90. لا لسه بدري. يلا ها 101. لسه لا لسه عايزين نضرب الرقم العالمي زي ما بيقولوا. 111. لا لسه ومعانا في الفصل 255، مش ينفع كده. 117. ايوه هنمشي بقى واحد واحد بالعافيه اهو، جري وبعد كده هنمشي واحد واحد بالعافيه. يلا ها يا مسهل ها 121. 122. لا طماع. لا ما ينفعش. 124. لا ده اخر سؤال يا جماعه، اخر سؤال وهقول لكم سلام عليكم. طب نخلي ادي واحد 126 130 واقفله عشان اللي بعده. ها 127 130 واقفله عشان نجيب اللي بعده. يبقى اول واحده ان انا عملت ابتكار عند الطالب عن طريق خيارات من متعدد. ماشي 133 تمام. 134 135 نقفل على الاولاني ده 135. واحلى ليكم كلكم، ونضيف الشريحه دي معانا ونجيب السؤال اللي بعد منه. ده بقى اخر سؤال خالص، انا عايز اضرب رقم قياسي، ماليش دعوه. ها يلا ماليش دعوه، عايز رقم قياسي. السؤال بيقول ما هي النتيجه التي سيعطيها البرنامج؟ 171 ونص. ايوه دماغ شغاله، شوفوا الناس مركزه معايا ازاي يا استاذ مريم، شفت مركزين ازاي؟ لقطوا في ثانيه الرقم، شوفي وظهر عندهم كمان. بس انا بقى معلم 100 هوريكم ازاي دي بقى اخفيها عنهم بقى مش هيشوفوها مهما يعملوا. يلا النجوم الجميل، انا هفضل ردي في نجوم كده لحد ما العدد يجي. يلا لسه 81. لا. طب اقول لكم حاجه، هشوف السؤال اللي هعمله بعد التركايه هو اللي هيضرب الرقم القياسي ولا لا. يلا اهو نقفل بس ال 100 هنا، نقفل ال 100 و101. شكرا ليكم شكرا. هعمل لكم التركايه، والسؤال بتاع التركايه بقى ده فعلا اللي انا عايزه يضرب الرقم القياسي عشان فعلا تقولوا لي شكرا على اللي انت عملته ده. هو ده بقى اللي انا فعلا ماليش دعوه، هستنى فيه. خلاص كده متفقين؟ هقول التركايه وبعدين بقى السؤال اللي في التركايه هو ده بقى اللي انتوا يعني ماليش دعوه، عايز عدد يعني رقم قياسي. طب فين التركايه بقى يا عم وائل؟ نجيب بس كده الاول. هنجيب مثلا اي محتوى عندنا على سبيل المثال. هنجيب مثلا المحتوى مثلا ايه الاولاني مثلا، يعني راح فين السؤال الاول؟ سلام، احلى عرض والله، احلى عرض. السؤال ده مثلا انا لما بعمل الاي او الاي اي الذكاء الاصطناعي زي ما بنعمل عادي خالص اهو، انا اعمل السؤال على طول نخليه ريمبر. يلا ونقول. طب بسالوك شو يعني تركايه؟ تركايه يعني خدعه. انا فهمتها بس ممكن ما فهموها. طب ايه هي الخدعه قبل ما اعملها؟ احنا قلنا وانا كمعلم وانا بعرض قدامكم فكانت بتظهر الاجابه، مظبوط؟ الاجابه كانت بتظهر قدامكم. طب انا بقى مش عايزها تظهر للطلبه عندي، وفي نفس الوقت اعمل الباوربوينت بتاعي بطريقه تفاعليه كمان، غير ما انا هستخدم كمان ازرار الازرار بتاعه الكلاس بوينت. ازاي يا عم وائل؟ هقول لك ازاي. انا هنشئ السؤال بس الاول. يلا هو سؤال التعريف بتاع الحاسوب مثلا على سبيل المثال، انا اخذته كمثال يعني. ما وظيفه الحاسوب؟ اختيار من متعدد. ماشي هنقول الاجابه فين الاجابه يا عم وائل؟ اللي هي تستقبل البيانات وتعالجها. ماشي حفظك يا شيخ. انا عادي كده دي نفس الخطوات اللي احنا قلنا عليها، مظبوط. لو انا عرضت عليكم دلوقتي، لو انا عملت عرض دلوقتي الاجابه بتظهر لك بالشكل ده،
مظبوط، اكتبوا لي بس كده رقم واحد في الشات لو مظبوط، لان انا مش سامع. لو انا عرضت عليك بتظهر لك بالشكل ده قدامك، صح كده؟ كتب استاذه مريم واستاذه سعاده هبه. واحد. نعم نعم طيب لما انا بقى عرض بتظهر قدامك الاجابه، طب انا احلها ازاي؟ بصوا بقى، استاذه شيهان مشكوره قالت على جزئيه، انا اروح جاي على كلمه الاجابه دي واقول له ادراج، واروح على الشكل واجيب مثلا مستطيل واروح عامل كده مداريها واخلي لونها ابيض، تعبئه الشكل ابيض واطار الشكل بدون اطار. هعرض قدامكم السؤال دلوقتي وقولوا لي ظهرت ولا لا، ماشي؟ وهكمل باقي التركايه. ادي السؤال بتاعي واعرض. يلا اكتبوا لي كده في الاجابه، انتوا اختياري، ماشي. على فكره انا قلت ده ان ده السؤال الاخير، يعني ده اللي هيضرب الرقم القياسي. ده السؤال اللي هيضرب الرقم القياسي. يلا اما نشوف بقى، كان الرقم القياسي بتاعنا في الاجابات 150، عايزين ده يضربه لان ده بتاع التركايه. احنا قلنا جزء منها اهو، ان انا بجيب ادراج شكل وارسم شكل على الاجابه، تمام، بنفس لون الخلفيه بتاعتي وبدون اطار، يعني كان ما فيش اي حاجه موجوده. دي نص جزئيه. يلا ما نشوف بقى هنعدي ال 150 ولا لا. والله يبقى حرام يا استاذه مريم لو مش عدوا ال 150 بقى معايا فيها، ازعل. لا هيعدوهم. ما انا قلت لهم بتاعت التركيه دي اللي هنضرب فيها زي ما بيقولوا الرقم القياسي. ها 127 يا موسى، 127 و257 معانا في الفصل، الحمد لله. من مميزات طبعا كلاس بوينت بالنسبه للفصول، النسخه البرو بتاخد معاك عدد، بسم الله ما شاء الله. اجري على البرو، اوعى تستنى، اجري. انا بقول لك نصيحه اخ، مش عشان مدرب والله في الاداء، لا نصيحه، اجري عليها. 136، لا انا بقول عايز اضرب الرقم القياسي اللي هو 150، عايزين نضربه مش كده والله، ما تزعلونيش في نهايه اللقاء يعني. 137 يا مسهل، طب اضحكوا عليا وهاتوا ال 150 وبس. سكتوا عند ال 137، شفتي؟ ينفع كده؟ وانا بقول لهم اضرب الرقم القياسي. لا مش هكمل التركايه بعد كده، خلاص انا قلت جزء منها. الجزء الثاني بقى لما تكمله بقى. في كتير ايموجيز بتاع الضحك. ما انا شايفهم والله يشكروا. حسوا بيا. 110 140 نخلينا عند الرقم العالمي 150، بلاها نضرب الرقم. أستاذ مرهان بيقول الذكاء الاصطناعي موجود في النسخة البرو؟ نعم. أكيد نسخة طبعًا. البرو هي النسخة المدفوعة. برو أكيد طبعًا، ما أنا بقول لك ليه أجري عليها. هتاخد كل الحلويات والمحتاجات من الكلاس باي في البرو. 142، نه يا موسى 43. يا مستعجل عطلك الله، يا مستعجل. 143، 144. بين واحد وواحد ساعة، ها، مع إن معانا 400 وكام دلوقتي يا زماريم، ولا 300 وكام، ولا عددنا كام دلوقتي؟ في أستاذة إيمان بتقول من أجمل الورش المبدعة. اللهم لك الحمد، أشكرك أستاذة إيمان، أشكرك. 144 ستة، طيب نخلي ال 150 عشان يبقى كل الأسئلة كانت 150، مش للدرجة دي بقى، مش نيجي على التركية ونقل، نخلي كله 160، 150 قصدي. أستاذة مبروكة بتقول، عفوا أستاذ، في نفس الوقت بجيب عن الأسئلة فقط حتى تنتظر لما يجيبوا كلهم. أستاذة مبروكة بتقول لماذا الذكاء الاصطناعي لا يوجد في النسخة المجانية؟ عندك في النسخة المجانية توجد عدة خصائص، ويعني لا يمكن أننا نضيف جميع الخصائص كلها في المجانية، خصوصا انه متعوب عليها وفي انفستمنت فيها كثير، يعني بالنسبه للذكاء الاصطناعي فلا يمكن انها تكون مجانيه. بقى اربعه، لسه اربعه عشان يبقى كله 150، كل الاسئله 150. ها ببلاش نضرب رقم قياسي، بقى اربعه. واستاذه مبروك لازم يبقى البرو يبقى فيها حاجه مختصه عن المجاني، ليه؟ انت لو داخل حاجه ببلاش مثلا وحاجه بفلوس، هل ده زي ده؟ يبقى ايه لازمته؟ لا البرو كده حاجه سبيشال.
ولا زي مريم. صحيح صحيح، لكن مبروك. ليريد المجانية طبعا هناك عدة خصائص ممكن يستخدمها. لا بس للأمانة عشان تستخدمه كلاس بوينت بكل مزاياها وكل التركات اللي فيها مع التطور الدائم ليها، والله بجد استخدموا البرو. واحنا كمدربين واستاذه مريم واستاذه هبه كمن ضمن اعضاء الاداه نفسها والمسؤولين عنها كمان من ضمن تواصلهم الدائم مع المتطورين او المطورين، والله احنا يمكن 24 ساعه معاهم ومتواصلين مع بعض على طول، علشان في الاخر تطلع حاجه. ولسه انتظروا المزيد منها، انتظروا المزيد. 146 وقفتوا على كده؟ لا، عندي بقى ال 150، باقي اربعه، باقي اربعه خلاص، هي قفلت معايا، باقي اربعه عشان يبقى ال 150 في كل الاسئله، و258 معانا في الفصل، لسه اربعه، لسه اربعه. ها الا هنا الا دو الا ها، لسه اربعه معانا، 146 اتفعلوا معايا، باقي اربعه. هتزعلوني في الاخر كده؟ ينفع ينفع كده وانا فرحان؟ والله انا بشتغل من قلبي، ده انا كنت داخل تحدي مع نفسي والله قبل ما ادخل. استاذه مريم عارفه الكلام ده، اتمنى تكون فكرتي عجبتك يا زماني. ممتاز. والله أبيض. وقتي على فكره، ها ساعه ما كنت بكلمك بس. 146 انا وقفت على كده، شكرا انكم زعلتوني، عايز اقفل المشروع دي والله. ماشي شكرا، احلى اجمل. يبقى زي ما انا قلت، الجزء الاولاني ان انا عملت ايه؟ عملت مربع ابيض او حسب لون الخلفيه بتاعتي، تمام؟ على الاجابه، والاجابه اختفت وما ظهرتش عند الطلبه. ماشي؟ طيب انا بقى عايز اخلي التفاعليه اكتر موجوده كمان وانا شغال، اعمل ايه؟ اجي على الشريحه اللي انا فيها دي بعد ما عملت كده، اروح عامل كليك يمين تكرار الشريحه، وانزل في الاسفل الشريحه الجديده اللي انا كررتها اهو، نفس الشريحه، نفس الشريحة، تمام؟ لو ضغطت هنا المربع الأبيض اللي أنا كنت عامله صح؟ بحذفه. ولو ضغطت هنا، فاكرين لما قلت لكم أنا قصدت إن أنا أعمل كده؟ فاكرينها في البداية؟ علشان الحتة دي هحذف دي، مش عايزها. ماشي يا عم وائل؟ ماشي. وأجي هنا الشريحة الأولى بقى اللي هي فيها السؤال عادي خالص، أعرضها. بس مش هعرض بقى من هنا من كلاس بوينت. هعرض زمانه الشريحه بس، اللي هو التفاعل جوه الباوربوينت. ما هي وظيفه الحاسوب يا ولاد؟ ايه ولا بي ولا سي ولا دي؟ ها اسمع من الطلبه، وبعد ما اسمع طب ايه رايكم نشوف الاجابه الصح؟ نشوف يا استاذ، اضغط على كلمه انسر هيديني الشكل ده صح. في تريكايه بقى هعملها انا هنا، هرجع كده هاجي على الشكل ده واعمل له ارتباط تشعبي، ارتباط تشعبي، اجي عليه كده واقول له ادراك ارتباط، تمام؟ وباجي هنا اقول له ارتباط تشعبي الى مين؟ الى الشريحه التاليه، بسيبها زي ما هي واقول له موافق. يعني لما اضغط هنا وديني على الشريحه اللي بعد كده. طب نعرض ونشوف بقى كده، اهو ادي السؤال يا ولاد، ما هي وظيفه الحاسوب؟ واي ولا بي ولا سي ولا دي؟ اسمع منهم. طب بعد ما اسمع نشوف بقى الاجابه الصح مع بعض. مش من الكلاس بوينت من هنا من الزر ده، لا اضغط على انسر، تمام؟ اوبا عمل ايه؟ وداني الشريحه الثانيه، بس ظهر قدام الطالب ان انا لما ضغطت على انسر ظهر الاجابه، وهنا عمل لي علامه العلامه على اللي هي اللمبه دي. يبقى انا كده عملت عمليه ايه؟ تفاعل كمان مع الطلبه، مع نفس الشريحه بس كررتها، وعملت عمليه ارتباط تشعبي بين الشريحتين، بضغط على كلمة أنسر كأني بظهر له الإجابة، كأني بظهر له الإجابة، تروح ظهرت إجابة قدام الطلبة بتوعي، تمام؟ ودي التركاية اللي أنا قلت لكم هقولها لكم. وفي النهاية بشكركم، ودي وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتي، الرابط ده في كل الوسائل التواصل الخاصة بيا، قناتي على اليوتيوب، قناة كمبيوتر شو الرقي التكنولوجي، فيها كل ما تشتهي الأنفس، كل حاجة بتفكر فيها هتلاقيها على القناة. طبعا الرابط ده في كل وسائل التواصل الخاصه بيا وبفريقي، بفريق الرقي التكنولوجي. طبعا هيتم نشر الرابط على الشات، واللي عايز يقرا الكود ده، الكود ده خاص هيفتح لك الرابط في كل حاجه خاصه بيا. وفي الاخير
لا يسعني سوى شكر حضراتكم لحسن استماعكم، بشكركم جدا جدا، واتمنى ان اكون قد وفقت في توصيل ولو جزء بسيط لحضراتكم، واني كنت عند حسن ظن الجميع. بشكرك جدا جدا استاذه مريم، استاذه هبه، بشكركم، لكم المايك. شكرا جزيلا استاذ وائل، صراحه ختامه مسك كما قال الجميع، وانت بتشوف التفاعل اللي خلقته ما شاء الله عليك، يعني الناس متفاعلين جدا واحبوا الورشه.